ما تشوف فما تغييرات خاصة على مستوى اللعبية التشكيلة. اكيد اكيد يلزم. شوف، ممكن في الماتش هذا ممكن معناها نوعية الماتشات اللي كنت نحكي قبيل عليهم، يعني في الماتش هذا الفريق باش يكون اسهل بالنسبة لنا الماتش، لانه فريق الموريتاني على ضعفه باش يخرج من المناطق نتاعو في بلاده باش يلعب، مش كيما لعب لنا في راتس، باش يخرج باش يخلي لنا مساحات. هنا لازم نلعب احنا الهجمة السريعة بالكدا، لازم نتقن. وانا نحب المنتخب يكون عنده ان كاشي. تو كنقول لك المنتخب كيفاش يلعب، شو طريقه اللعب تاع المنتخب، تحكي لي برشا حاجات. انا نحب يكون عنده تابع معين. المنتخب نتاعنا وقت اللي يعمل هجمه معاكسه، هجمه مرتده ولا هجمه سريعه، لازم كل الامور مدروسه مضبوطه، لي روبير موجودين معروفين كيما نتفرجوا في الكره العالميه وغيره. لازم المنتخب تاعنا يكون عنده ان كاشي تابع. وقت نمشي نلعبوا في موريتانيا ولو هو ضعيف، اما لكن مش يخلينا مساحات، لازم نعملوا هجمه سريعه نعملوها ناجحه. لازم وقت اللي نخدموا على الكره الثابته لازم نجيبوا بها 3 نقاط، لان يعني الكره الثابته يبدا فريقك مش في فورمه، يبدا فريقك ماهوش في احسن حالاته، تنجم كره ثابته تجيب لك لي 3 بوان. هذا الفوتبول تاع توا، سي سا لو فوتبول. الفوتبول سي لو جو رابيد لي بالاريتي. فهمني، نحب المنتخب يكون متميز فيهم، هذا اللي طالبينه، لانهم هذا مصلحنا نهار من بعد نهار اخر. كاسامي كذا كتعطيني اسامي، فما اسامي انا نشوف لاعب كيما فخر الدين بن يوسف يكون موجود كي نلعبوا الاكستيريور. الاكستيريور ممكن هنا ما نلعبوش الاكستيريور. كنت اتمنى في الليل يلعب في الجزيري، يلعب داخل السيرفاس جزيري، لانه باش نلعبوا فهمني على فان سونتر، هو يكون عندنا عمق هجومي فهمني. وممكن تلعب انت الخزري في الريتور وقت اللي تخدم على لو جو رابيد اكثر، فهمت. الجزيري نجم يكون موجود راه حتى في موريتانيا يعاون برشا، ينجم يلعب ظهره وكل شيء، ينجم يحضر على لي كونتر اتاك وكل شيء. نتصور انه الحاجه الوحيده ما يسمعش بس تاتر بيان هو خط الدفاع نتاعنا، خط الدفاع اليوم ما تغيرش توت فاسا، ما غيروش، والمدرب 3 ماتشات ما تغيروش. كشريدة برون مريح ومعلول ما قبلناش اهداف فهمني، بالرغم انه عملنا اخطاء خاصه في محور الدفاع. محور الدفاع نتاعنا قاعد يعمل في اخطاء في كل مباراه. حتى قال سي مونجي فما انتقادات المريح، تشوف مثلا منتصر طالبي نجم ياخذ بلاصته ولا لا؟ ستابيليتي في الديفونس خير تيوريكمون، نظريا ذولي التونديم تاع برون ومريح من احسن ما عندنا بصراحه، لكن يزم شوية خدمة أكثر، ويزم شوية تنسيق أكثر، شوية كويزيون بيناتهم فهمني. زوز لاعبين مفروض هما يلعبوا تاو البرة، يلعبوا البرة محترفين وكل شيء، عندهم يعني من التجربة وعندهم من المباريات اللي لعبوهم وكل شيء، اللي نجموا يتناغموا مع بعضهم. احنا قاعدين نشوفوا في أخطاء قاعدة تصير في المحور، يزم شوية خدمة عليهم. كهو سي فري كو لونترينور تاع ليكيب ناسيونال ما نجم، ما عندوش الوقت الكافي باش يخدم برشا، لكن لي مومون اللي يجيوك لي زوكازيون اللي يجيوك باش تخدم يا خويا، ان ترافاي سبيسيفيك بور لاكس سنترال، هو ضعفنا، هو نقطة الضعف تاعنا في الدفاع. ماهوش لا هو كشريده لا هو معلول، بالرغم من معلول يطلع برشا فهمني، لكن ما يطلع برشا وماهوش نقطة ضعفنا، خاطر نلعبوا بتروا ريكوبيراتور بالك هذاك معلول ما يظهرش يعني نقاط الضعف على الجهه اليسار، لكن في المحور قاعد يظهر. الواحد تلعب في ثلاثه، نلعب في ثلاثه قدامك، ثلاثه تروح ريكوبيراتور يلعب، ومحور الدفاع نتاعنا مازال يغلط، وضد فرق ضعيفه كيما موريتانيا وكيما الغيني ايكواتوريال وغيره. سي وجدي، مرياح راهو الاغلاط اللي قاعد يعمل فيها في الشامبيونال الكل داير. اليوم الاسبوع الفارط 3-0 النادي العين كان رابح، ويرجع الفريق المنافس يرجع ويسجل 3 اهداف منهم 1 ولا 2 هدف غلطه من مرياح. دونك هذه الاغلاط قاعده تتعاود. انا جو بونس ينجم يعمل لك الحدادي كستوبر ولا الطالبي كما قال خويا اسلام، افيك لا كوفرتور نتاع معلول كي يطلع نتاع الحدادي فيو كي سي ان غوشي، نجم برشا تغييرات نجم تصير. في الماتش اميكو اللي عملناهم لي 3 ماتش اميكو كنت نتمناه يخرج من الاول، يلعب حدادي، يلعب الطالبي اللي هو، ويتحط من الاول مرياح على البنك باش يحس اللي ثم منافسه، مش كل مره هو تيتولير والاخرين ذوقهم شويه تلعبهم في اخر ماتش. سي امبورتون، ما كان كنت سي ركزته معناها لاعب اساسي 100%. سامحني مهما كانت الاخطاء، حسه محمي يعني، مع احترامي للولد انا ما نعرفوش وما نعرفش شنو اللي صار، مش خايب لكن لي. لا 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 العكس، لا معناها انا في حاجات في تخريج الكره، هو ديجا البوست نتاعو بيفو قبل ما يكون اكسيال، معناها عنده كرات باهين، عنده يطلع بالراس دي بينالتي باهين، لكن ما تحسش روحك اللي انت 100% اللي انت تيتولير انديسكوتابل في المنتخب. لا، فما شكون راهو يهدك، عندك منتصر طالبي، عندك الحدادي، عندك دي جوار كونفيرمي، منتصر طالبي كاور في جمعيته، الحدادي يكونفيرمي يعطي في مردود ممتاز، هما زاد عندهم الحق
انا راه في مباراه موريتانيا علاش لي ليكون الحديديه يكون منتصر طالبي مع ديلان برون. انا راني مع كلام سيواجدي انه راهو الدفاع ما يتمسش حتى في البارتيات اللي انت ما تسحمها. انا نتبع برشا المنتخب الايطالي يعني مانشيني ما بدلكش الديفونس نتاعو, يخلي لك دوناروما, يخلي لك ياليني, يخلي لك بونوتشي, هذوك ما يتبدلوش, هذوك عنده هو الديفونس هذاك هو كلشي كان ثما يصاب بدل القدام ولا تبدل القدام صحيح, لكن التالي لا ما يسمكش هذيك حاجه تكش من جهه تقول لي لازم استابيليتي ومن جهه قلت لي لا انا نحكي لك شو باش نرجع لك. مانشيني وقتاش مثلا يبدل في يبدا ماتش ماهوش حاجته به برشا مثلا المباراه الثالثه في الكوب دوروب يا ما تصفيات كاس عالم نعيمه هذه الغلقه انت لا قدر الله كان نعملوا فوبا مع موريتانيا غادي وغينيا تربح معناها تولي لا لعبه اخرى الماتش ميكول عملناهم الثلاثه ما استغليناهمش ما عطيناش فرصه كامله للمدافعين المحوريين معناها انت كي باش تبدل توا مثلا منتصر طالبي بمريح باش نغلطوا غلطه وهنا قاعدين نغلطوا نحن بطبيعتنا معناها هو قاعد يعمل في اغلاط هكا ولا ليه هي. اذا كان انت باش تجي تبدله معناها باش تحط منتصر ولا باش تحط الحديدي اه باش تقول الغلطه هذيك هو راه اونتر بارونتيز نحن ياسر عندنا ضغط وعندنا نحس انه في تونس صعب برشا مع خاطر بارابور للمنتخبات الاخرى كي تبدا تتفرج تقول هاو ما لعبش كذا وكذا مثلا انا نرجع لك المنتخب الايطالي المنتخب الايطالي في الكوب دوروب دو بارتي الاولاني لعب لوكاتيلي هكا ولا لا ما لعبش فيراتي لكنه كي رجع فيراتي لعب فيراتي لانه في مخ مانشيني مالغري كو لوكاتيلي كان جينا نحن في تونس علاش يبدل فيه يا اخي هاكا هكا ولا لا نحن ياسر صعاب لانه هو في مخ مانشيني فيراتي هو لو برومي جوار في الوسط ماهوش لوكاتيلي ورجع وما رجعش قعد كان فيراتي راه نحن في مخنا من في العقليه هذيك نتاع الجماهير التونسيه لا اذا كان قد مردود يلزم يقعد لا في العقليه نتاع المدرب لا عنده 11 هذوكم هما سكولات نتاعو يلزم هذيك ال 11 يلعبها نرجع لك زاد اونتر بارونتيز الدوناروما دوناروما كي مشى للبي اس جي ما لعبش لكنه كي رجع مع مانشيني في دو ماتش لعب هو تيتولي مالغي كو سيريغو قاعد يكور في جينوا التروزيام غارديان تاع المنتخب الايطالي ميريت يلعب اوسبينا في نابولي وما يلعبش ميريت معناها اذا كان المدرب عنده في مخه ال11 نتاعو والديفونسور نتاعو لي ديفونسور نتاعو والغارديان نتاعو هذوكم هما يعني سي انديسكوتابل بالنسبه لي لان هي باش نرجع لك البرناردسكي عمله والبرناردسكي ما يلعبش تقريبا في اليوفي لكنه في مخ مانشيني جوار انديسكوتابل بالنسبه لي بناك نجيبوا بناك ولعب ودخل ويدخلوا في وسط اللعبه في الاخر ويدخلوا يكون من الخمسه اللي موجودين يماركيو بيلانتيات لانه هو في مخه مقتنع بالملاعب فما راهم جوار هنا نعيم سامحني دقيقه فما جوار نتاع منتخبات وفما جوار نتاع فرق راه هنا نعيم سامحني ساعات نحن كعالميين ولا حتى كجمهور متناقضين زاد كي كان المساكني مثلا في مخ الكبير هو يلعب غادي ولا فرجاني ساسي وما كانش يلعب وعنده صعوبات في جمعيتهم قلنا كيفاش زاد لا انا ما قلتش انا بالنسبه لي انا راهو المساكني جوار انديسكوتابل في المنتخب ما نجمش نخليه حتى تقولي انت مثلا ماهوش في الفورمه نتاعو ما يكورش يلعب بناك معاك اما بالنسبه لي انا الفالور نتاع المساكني ما نجمش حتى انسان يشكك فيها هاو المدربين موجودين يذول تقول ماني قلت لك تقولي نجيبوا بناك ما نلعبوش على حساب ملاعبي معاك اما اني ما نجيبش المساكني وهو يلعب وهو ما معناها اون كومبيتيسيون هذه انا راني لا موجود يسمو في الجروب بقينا يلعب ولا ما يلعبش هذيك حسب الفورمه انا نقول لك حاجه فيما يخص الموضوع هذا نتاع التيتولير انا يظل كل مدرب راه ما عندوش 11 ملاعب يلزم تيتولير يلزم يكون عندك في ذهنك وفي الرؤيه نتاعك عندك على الاقل 3 جور ساعات 4 جور تيتولير عندهم نفس القيمه بالنسبه ليك وهما يحسوا بالشيء هذا سي تري امبورطون وانهم هما يحسوا بالشيء هذا علاش مش اللي قاعدين يلعبوا ما يحسوش وكانهم ما انتو شابل معناها ما يمسهم حتى حد يزم يعرف اللي ثم زوز ولا ثلاثه ينجموا انتم ما يفكوا بلايصهم يزم يعطي روندمون 100% اخيب حاجه بالنسبه للمدرب وان يخلي ال11 هما بيدهم طاح المستوى ما طاحش ماتش اميكال ما تشوف مثال السيد ديما يلعب هذا اللي لومت انا في بدايه الحديث نتاعنا على وضعيه الخزري في بعض الاحيان الخزري ما يسالش حطوا على البنك عندك لعبيه باهين جزيري قاعد يماركي هو هذا كل شيء صحيح هو قاعد يمركز هذا الخزري لكن ريحوا رتحوا شويه خليه يحس اللي عنده منافس ما يحسش اللي هو التيتولير ابارونتير والجزيري يدخل دو تون زون تون لا سي با سا يزم يحس اللي نجم الجزيري يفك له بقعته الاخر يزم يحس اللي الحدادي نجم يفك له بقعته فهمني من المباريات الثلاثه اللي عملناهم كان ينجم يعطي فرصه اكثر تون جو اكثر مش تون جو يدخلوا بالاخر يزم يلعبوا تيتولير من الاول مش يعرفش معناها قعدت على البنك مريح هذا سي وجدي علاش لو ريلاسيونيل لي تري امبورطون اختي نعيمه جبدت على برناردسكي كي تشوف لي دو سيزون اللي عداهم مع اليوفي انا بور مو سيتي ان ديكوفير جوار اكسيبسيونيل لليوم هذيك مقيدها مانشيني
اللي لجور جي يقلي مستحق برناردسكي مش يلقاه وهذا اللي صار. ميثريت لا جيستيون دو جروب لا جيستيون لا جيستيون علاش كيفاش تقول التصرف في المجموعه نتاعك كيفاش توظفها جيستيون ريلاسيون كيفاش تجيب لاعب رومبلاسون ويلعب مورال كبير ويقعد على البنك وهو بمورال كبير باش كي يهبط للتيران يعطيك لو بلوس سي سا لا جيستيون دو جروب سي تري امبورطون ممكن هذا اللي مازال شويه ناقصنا في على كل بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا ان شاء الله مربوحه في المقابله القادمه اللي مليان ان شاء الله نضمنوا الترشح من ماتش الجاي ضد موريتانيا ولو انه حسابيا صعيب شويه هو به تكسحها سي وين شرفتنا.